حراك دبلوماسي مكثف تشهده طهران، عنوانه الكبير إقرار دولي بدور إيران المحوري لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة. وفود من آسيا وأوروبا تزور إيران في مهمات سياسية واقتصادية وثقافية. أكد الرئيس روحاني لدى استقباله رئيس برلمان كوريا الجنوبية كانغ جانغ هاي أن لا مانع أمام تطوير العلاقات العريقة بين إيران وكوريا الجنوبية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في حقول النفط والغاز. وفي نفس السياق أكد رئيس الوفد الكوري في لقاء مع علي لاريجاني أن إيران دولة مهمة وكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأنها غنية بالثروة الطبيعية. ومع دخول اتفاق جنيف النووي حيز التنفيذ، عادت 14 شركة إيرانية كبرى في صناعة البتروكيماويات لتمارس نشاطها بقوة. وأعلنت إدارة الموانئ الإيرانية من جهتها أن الظروف باتت مهيئة لحركة السفن في الموانئ الإيرانية بعد حل مشكلة تأمين شبكة النقل البحري، وفتحت بذلك باب المنافسة الجدية بين الدول الغربية لإيجاد علاقات مع إيران، على الأقل حتى الآن بين شركات البترول وصناعة السيارات من آسيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا للفوز بموقع في سوق إيران للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة. ويبدو أن العد العكسي للتآكل التدريجي للعقوبات الغربية على إيران بات هاجساً أمريكياً حقيقياً. الدبلوماسية الإيرانية في المجال الثقافي سمحت لجواد ظريف أن يؤكد في لقائه لوزير الثقافة الإيطالي ماسيمو بيري أن ثقافة الحرب لا زالت تهيمن على العلاقات الدولية، واتفق الوزيران أن العمل الثقافي هو السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق الحرية وليس العنف والتطرف. وسعيا وراء نفس الهدف بحث وفد مؤسسة المتنفذين، وهي مؤسسة تضم مجموعة من الزعماء المستقلين والمتنفذين الذين جمعهم الراحل نيلسون مانديلا عام 2007 من أجل نشر السلام والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الظلم والفقر والحرب في أنحاء العالم. بحث الوفد الرباعي برئاسات كوفي عنان القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وثمن أهمية الاستقرار لأي تنمية في الشرق الأوسط. كما تتميز زيارة أردوغان إلى إيران بأهمية خاصة فيما يخص تطورات المنطقة، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. محمد ناصر، طهران.